انطلقت اجتماعات اللجان الأربعة الدائمة التابعة للبرلمان العربي، وذلك للإعداد والتحضير للجلسة العامة السادسة للبرلمان العربي، والمقرر انعقادها الأسبوع المقبل بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والتي ناقشت عدد من القضايا الخاصة بشؤون المرأة والطفل العربي وحقوق الإنسان. من أهم القضايا اللي تناولتها اللجنة هو تقرير على جائحة كورونا من 14 دولة عربية، كل ما تم رصده في خلال الفترة بتاعة الوباء وتحليلها والاحتراز ونسبة الحالات والتعليم والطفل والمرأة والصحة، فكان لهذا التقرير تقرير وافي من 14 دولة عربية. التدخلات التي تمس بعض الدول العربية من بعض المنظمات والهيئات التي تتحامل على الوطن العربي، على بعض الدول في الوطن العربي، تناقشت المجزرة البشعة التي حدثت في مأرب للأسف من قبل الحوثيين، واحترق فيها أطفال، وحدث فيها يعني عشرات الشهداء والجرحى. سيصدر بيان عن مشروع بيان يرفع للبرلمان العربي. تناقش لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي وآخر المستجدات المتعلقة بقضايا العمل العربي المشترك. تكلمنا على تقريبا ثلاث نقاط أساسية. النقطة الأولى وهي الحديث عن التطورات السياسية بالنسبة للدول العربية بين الاجتماعين، وكان الحديث على كل من ليبيا واليمن والسودان، تحدثنا كذلك عن العراق وتحدثنا عن الجزائر، وسوف يصدر البرلمان العربي بناء على ما تقترحه اللجنة بيانات في هذا المجال بالنسبة لجلسة يوم السبت إن شاء الله. كانت هناك قضايا معينة تناولناها في هذا الاجتماع فيما يتعلق بالقضية السورية، بما يتعلق بالقضية العراقية، بما يتعلق بالقضية الليبية. هناك مستجدات في الساحة الليبية تتعلق بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية مؤخرا، وكذلك دفع الجهود ودفع البرلمان العربي من أجل استكمال باقي الاستحقاقات في دولة ليبيا. من المقرر أن يعقد البرلمان العربي جلسة خاصة طارئة يوم السبت المقبل قبيل الجلسة العامة العادية لمناقشة القرار الأخير الذي أصدره البرلمان الأوروبي بشأن المملكة المغربية. مناقشات عديدة تحويها لجان البرلمان العربي حول مختلف القضايا العربية، والتي يسعى من خلالها البرلمان لوضع أطر دبلوماسية لتحركاته في الفترة القادمة. منذر أبو دوح، التلفزيون المصري.